السلام عليكم ورحمة الله. هذا الجزء الثاني لمواد البناء الموجود فيها الصناعية الساسة في إمارة الشارقة. نعرفكم على الأشياء اللي تنباع هني ولكم الخيار أنكم تكونون موجودين. المهم دخلت هذا الشبرة هذه، عجبني صراحة هذا الشلف، بصراحة ينباع غالي جدا. هني كم؟ 450. هذا هو طوله 400 وسعره 450. هذا مهم جدا، اللي عنده مطبخ، اللي عنده شيء مهم جدا. انا بيجيك مره ثانيه زين، اللي عنده مطبخ ولا شيء. وايضا هنا اخياس، وهذا صديقي. واتس يور نيم؟ يور نيم كي نيم؟ نزار. نزار، نزار هذا تاجر كبير من تجار الجمله. عندك ايضا الالمنيوم هنا، اللي حاب انه ياخذ واللي يسوي شيء. عندك ابواب، عندك كل شيء هني، عندك حتى الابواب اللي موجوده، وهذا الحديد. وعندك ايضا اللي حاب انه مثلا عنده شركه مقاولات يقدر ياخذ من هني. والرخام ايضا موجود، شوفوا شوفوا. هذا اللي حاب يسوي عزب شيء وياخذ مستعمل ياخذ من هني. وايضا الالمنيوم، هذا محل الالمنيوم، يا بتحصله بنص القيمه يعني. وايضا اللي حاب انه يسوي مظلات، الله اكبر، هو شو اللي يسوي مظلات هنا، ما شاء الله. تعال شوف 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 كل هذا الحديد، حديد حق مظلات. السلام عليكم. هاي مظلات، مظلات، ها مظلات. عندك اللي بيسوي مظله في البيت في العزبه، مظله في البيت في العزبه، كل شيء موجود، كل شيء موجود، كل شيء موجود. ها ما شاء الله. على كم هذه؟ ها 150 متر. كدنا؟ كنا سير بانمي. 100؟ 150. 150 ها؟ 95. 195. أيوة. ما شاء الله. هذا 10 12 كيف؟ شادي كبير. كبير فيها؟ ما شاء الله. إذا منو يسوي مظلة؟ أنت عندك نفر يسوي مظلة؟ فيها؟ يلا زين، صبر صبر صبر. ما شاء الله، عالم الحديد كامل هني موجود، عالم عالم. هذا اللي يعني اللي بيسوي له مثلا مظله ولا شيء، ترى على فكره هذا الحديد جديد، ولكن ما ادري ياخذون الشركات ويبايعونه لنا هناك. هذا بعد هني. السلام عليكم، كيف حالك؟ تمام. شوف الحديد، هذا الحديد، وهذا ساندويتش بنل موجود، يبيعون ساندويتش بنل. كم ساندويتش بنل؟ واحد متر. وين مدير؟ كنا بعد كورونا وتو. ما في معلوم؟ يجينا فرع. واحد متر كم ساندويتش بنل؟ جديد ارباب ولا مستعمل؟ جديد كم مستعمل كم؟ جديد ارباب يجي 39 درهم. 39 جديد. مستعمل؟ مستعمل يجي 33 درهم. 33 درهم. هذا هو. ساندويتش بنل. شو بعد هنا؟ حديد، كل انواع الحديد. هاي حديد كله جديد؟ كل جديد في موجود. ها؟ ايوه. حديد مستعمل في موجود. شو هذا؟ مستعمل بعد في موجود، جديد في موجود. عندهم الحديد الجديد وعندهم الحديد المستعمل. ايوه. شوف الحديد، كل انواع الحديد موجود. ما شاء الله. يلا مع السلامة. هذا عندهم ايضا الاخشاب. في عندهم الجديد وعندهم المستعمل. تعالوا شيل عزيزي والله العظيم. السلام عليكم. شوف 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 ما شاء الله، شيل شيل شوف. ما هي بالعيد الخشب في عندهم مستعمل. هذا قلت لكم، هاي اللي عنده شركه مقاولات هذا ينفع له هني. انزين، وفي عندك ها شوف هنا ما شاء الله. استاذ استاذ استاذ، هذا هو. صراحة حديد انواع واشكال هني. تعال هذا، تعالوا هنا. وين؟ تعالوا 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 تعال مني.
تعال خلنا نخبركم شو الريال شو علومه. زين تعال انت عندك شو حديد؟ ايوه ارباب ساندويتش بانل. ايه مال تيوب بايب انجل اي بيم عندك كل شيء. ايوه ها ايوه انزين أيوة. كيف شو اسم محلك؟ سمال رحمانيه. ها سمال رحمانيه الرحمانيه. ايوه سمان سما سما الرحمانيه الرحمانيه. أيوة. كم رقم تليفون مالك؟ 054 783 9744. يلا حفظ الرقم. واذا تبون حديد مستعمل جديد ساندويتش بانل اي شيء حق العزبه حق البيت حق شيء سووا له تليفون بيطرش لك اللوكيشن. ايوه تعال ابويا هني وشيل. ايوه اي شيء موجود ابوي يسوي لكم سعر بعد زين. اذا سوالكم غالي تصير محل ثاني. لا غالي ان شاء الله رخيص. ها رخيص. يلا زين زين بالتوفيق. هذا هو اللي حاب انه يستفيد. هذا اعطيناكم رقم الريال والله ان شاء الله يوفقه ويوفقكم. شوف شوف الحديد نزل. ها شو كريت؟ كيف حالك حبيبي؟ الحمد لله زين زين ما شاء الله. شغل زين شغل زين زين. صبر صبر ما شاء الله. مدير مدير. يلا يا اخواني اتمنى هذه الحلقه نالت على اعجابكم وتعرفتوا على المواد البناء والاشياء المتوفره في الصناعيه السادسه. بس ما عليكم الا انكم تلفون وتدورون وتتخششون وتتعرفون على المناطق الموجوده في الصناعيه والله يوفقكم ان شاء الله. ولكن مو غلط الواحد كل فتره وفتره يمر على هالمناطق هذه ويتعرف على جديدهم. وهذا اسم المحل ما عرفته والله اسم المحل. المهم الريال هذا هو. انا ما ادري وين انا حاليا عند احمد فرقان. هذا احمد فرقان. انزين اذا تبون انتم وين النقطه انا اللي فيها حاليا ابحثوا عن مطعم مدينه الجزيره الخضراء. هذا اللي فوقها مطعم مدينه الجزيره الخضراء. اذا انتم حابين موقعي الحالي انا وين موجود؟ موجود في هالمنطقه هذه حوالي الشبرات. و اتمنى هذه الحلقه نالت على اعجابكم وشكرا لكم على المتابعه. لا تنسون الضغط على لايك والاشتراك بالقناه ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه في استكشاف جديد باذن الله.